Look, it's pretty obvious here. You had no relationship with Jackson? No. Doesn't make sense, you know? Why would the killer go after Jackson? I have a secret. I accidentally ran over a hitchhiker and dumped his body into the ocean. Is that... Shit, there's someone wearing Rodrigo's face! You don't have any secrets. You can't hide anything anymore. Makani, I know who you are. Whatever little game this is. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم على الفيلم الجديد اللي نزل النهاردة على شبكة نتفليكس. الفيلم اسمه There is Someone Inside Your House. الفيلم بطولة سيدني بارك وسيئدور بيلارين، والفيلم من اخراج باتريك برايس. الفيلم اتعرض اول مرة في مهرجان فانتاستيك فيست في تكساس يوم 23 سبتمبر وفي شبكة نتفليكس النهاردة. الفيلم مأخوذ قصته من كتاب نزل سنة 2017 وبيحمل نفس الاسم للكاتبة الامريكية ستيفاني بيركنز. الفيلم بيحكي عن طالب وهو اسمه جاكسون، وكان رجع البيت مرهق جدا فحب ينام شويه قبل ما يروح يلعب ماتش الامريكان فوتبول، فظبط المنبه في تليفونه بحيث انه يصحى كمان ساعه وراح في النوم. فالليل دخل وجاكسون صحي واتفاجئ ان التليفون بتاعه مش جنبه، فخرج من اوضته علشان يدور على التليفون. اتفاجئ برضه ان باب البيت مفتوح، فلما خرج بره البيت ما لقاش العربيه بتاعته، فرجع جوه وهو منزعج ومسك التليفون عشان يتصل ب 911 او خدمه الطوارئ. وبعد ما اتصل وفي خلال المكالمه لقى صوره موجوده في كل حيطان البيت، فانزعج جدا وتوتر وراح طلع واخد عصايه الجولف عشان يشوف في حد اقتحم البيت ولا لا، وبيبتدي احداث الفيلم. زي ما حكيت قصة الفيلم وبدايته، ان جاكسون لما دخل البيت وبعد كده لما صحي اتفاجئ اكتر من مرة، يعني اتفاجئ اول مرة ان ما لقاش التليفون بتاعه جنبيه، بعد كده اتفاجئ ان باب البيت مفتوح، بعد كده اتفاجئ لما ما لقاش العربية بتاعته برة، بعد كده اتفاجئ لما لقى صوره موجودة في الحيطان. فالصراحة جاكسون ده اتفاجئ اكتر من مرة. انا برضو نفس الحكاية، وانا بتفرج على الفيلم اتفاجئت اكتر منه. اول مفاجأة ليا وهي ازاي صناع مسلسل سترينجر سينجز والعالم بتاع كونجرينج طلعوا فيلم زي ده. فانا كنت متخيل ان صناع الاعمال اللي فاتت الحلوة دي هيطلعوا فيلم حلو، لكن النتيجة للأسف كانت غير كده خالص، وده يرجع لكذا سبب. اول حاجة شخصيات الفيلم او ابطال الفيلم اللي غير مثيرين للاهتمام بالمرة، فكان التمثيل على قده خالص، بالاضافة ان سرد الاحداث في الفيلم كانت بطيئة جدا ومملة، لدرجة وانا بتفرج وصلت لمرحلة اني مش عايز حتى اعرف شخصية القاتل اللي بيراقب الابطال وبيصطادهم واحد ورا التاني. ده بالاضافة كمان لبعض القصص الجانبية اللي صناع العمل مهتموش ان هما يكملوها وكانوا حاطينها في الفيلم بهدف تطويل مدة الفيلم. انا فاهم ان صناع العمل قصدهم من الفيلم ده ان هم عايزين يعملوا فيلم كلاسيكي زي فيلم سكريم او اي فيلم سلاشر او فيلم تقطيع من افلام التسعينات، لكن للاسف الفكره ما اترجمتش صح. الفكره الوحيده اللي حلوه في الفيلم وهي لما القاتل بيلبس قناع على شكل الضحيه اللي عليها الدور. خلاصه الكلام There is Someone Inside Your House فيلم مفاجاه، ومفاجاه مش من نوع كويس، وحتى اللي بيحبوا افلام السلاشر او افلام التقطيع يبعدوا عن الفيلم ده. تقييمي لفيلم There is Someone Inside Your House هو 3.5 من 10، واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.